يقيم معهد الأبحاث العلمية ورشة عمل التنوع البيولوجي في مناطق المد والجزر، ويقيم معهد الأبحاث العلمية ورشة عمل التنوع البيولوجي للكائنات الحيوانية في مناطق المد والجزر تقريبا في قرابة في تاريخ الأول والثاني من مايو. الحديث حول الموضوع وتلك الورشة بالتحديد راح بمواضيع أكيد حول البيئة وكل ما يتضمنها من هذه المواضيع، نرحب معنا في ضيوفنا الكرام الدكتورة منال الكندري باحث علمي مشارك. مساك الله بالخير دكتورة. مساك الله بالنور. يا هلا ومرحبا، واكيد تشرفينا استاذه هديل المنصوري على تواجد فني باحث في معهد الابحاث في علوم البحار. مساك الله، يا هلا ومرحبا. في البدايه لو نتكلم دكتوره هديل ونعرف المشاهدين عن هالورشه العمل اللي راح تنظمونها. اوكي دكتوره منال تسمحون. الورشه هي نفس ما قلتي مسماها اللي هو التنوع البيولوجي للكائنات الحيوانيه الموجودة في مناطق المد والجزر في الكويت. طبعاً هي يعني الورشة هذه هدفها كان أن احنا نبي نعرض النتائج اللي تم الحصول عليها من مشروع تحت نفس المسمى اللي هو التنوع البيولوجي. هذا المشروع طبعاً كان ممول من المعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة البترول الكويتية. وهدفه ان احنا نغطي جميع ونرصد ونصنف جميع الكائنات الحيوانيه على الشريط الساحلي للكويت من الشمال الى الجنوب. والحمد لله يعني حصلنا على نتائج وايد حلوه وقدرنا نصنف اكثر من 700 نوع من مختلف المجاميع الحيوانيه. فعلشان شي احنا بنعرض هذه المجاميع، وخاصه ان احنا استعنا في خبراء محليين ودوليين، فهذول ايضا احنا دعيناهم كلهم اللي شاركوا في المشروع ان احنا يكون اول يوم من الورشه مسلط الضوء فقط على نتائج المشروع، وثاني يوم احنا خلينا ان تكون علاقتها على المستوى الاقليمي، بحيث انه يكون اول يوم المحلي وثاني يوم الاقليمي. فدعينا كل الساينتست اللي هم الخليجيين اللي هم لهم علاقه بالموضوع، وايضا دعينا من جامعه الكويت ومن الهيئه العامه للبيئه ومن هيئه الزراعه والثروه الحيوانيه، بحيث ان احنا نكون جمعنا كل الناس اللي لهم علاقه بالموضوع نفسه علشان يصير مناقشه النتائج، بحيث انه ما يصير في تكرار ويصير في مكمل للدراسه. تمام هديل، لو احنا بنوضح بس للمشاهدين اذا الشخص حاب يسجل وين يروح الورشه نفسها، وين راح تكون موجوده؟ طبعا الورشه راح يكون وقتها من 1 إلى 2 ماي. اوكي راح تقام في معهد الكويت للابحاث العلميه في المبنى الرئيسي بشويخ. اوكي التسجيل يقدرون اي احد مهتم سواء بالبيئه البحريه او الطلاب او الباحثين العلميين بنفس المجال، يقدرون يدخلون على الويب سايت معهد الكويت للابحاث العلميه. وراح يلقون فورمه التسجيل، يزودون بياناتهم ويكونون ضمن المشاركين. تمام، يعني دكتورة منال لو بنتكلم الهدف من إقامتكم لهذه الورشة، يعني بالنهاية مثل ما تفضلتي هذه إن هي الدعوة مفتوحة، يقدر أي شخص يسجل ومهتم في هذه الموضوع، الهدف من وراء هذه الورشة شنو تبون توصلون له؟ هو أول شيء إن إحنا نكون صار في إن إحنا قدرنا نجمع كل الجهات المختصة في هذا الموضوع، بحيث إن إحنا نقوم بتوثيق البيانات اللي حصلنا عليها، وبالتالي ممكن نقوم ان احنا نسوي اطلس، نسوي كتب علميه، بحيث ان هي يصير شيء للتدريس، لان للاسف يعني في كتاب التصنيف اللي هو بالجامعه من سنه 1980، يعني من ذاك السنه وهم للحين يستخدمون اسماء قديمه. فاحنا الهدف ان احنا هني قمنا وحدثنا الاسماء، وغير ان احنا صلحنا بعض الاسماء. فهني هي ان احنا نبي يصير عندنا قاعده بيانات اساسيه صح، وهم لما احنا يصير في تبادل معلومات مع الجهات الاخرى ممكن ان احنا نكمل هذه الداتا. وايضا اضيف حق زميلتي الاخت هديل ان احنا عندنا معرض راح يكون موجود في مصاحب للورشه، هذا المعرض راح يكون للناس عامه وللمدارس وللمعاهد وللجامعات، يعني لجميع الطلبه. فراح يكون في معرض خاص للطلبه اللي هو راح نعلمهم شلون يشوفون الكائنات الحيوانيه الحيه، شلون يكونون هم سمول يعني مارين ساينتست، بحيث ان هم يشوفون احنا شلون احنا لقطنا العينات، شلون بعدين تروح المختبر، شلون بعدين الميكروسكوب. فراح نجيب لهم نفس عيناتنا وراح نخليهم كنا هم يعني السمول ساينتست نفسنا، وهم راح يقومون بهالعمليه. جميل، يعني تتنظم يعني بالنهايه هو ورشه عمل على يومين لكن تتخللها يمكن بعض الفعاليات. فنتكلم عن تنظيم المعرض استاذه هديل، يعني تضمن شنو الورشه نفسها،
غير المعرض راح يكون في بعد اشياء؟ طبعا احنا عندنا جزئين بالورشه. هي الورشه الجزء العلمي اللي هو المحاضرات العلميه وعرض اخر النتائج سواء من ناحيتنا او من ناحيه المشاركين. اوكي، الجزء الثاني هو راح يكون معرض عباره عن عرض الشركات المشاركة ويانا أو الجهات المعنية ويانا، زائد إحنا لنا طبعا جزء منا نعرض في طريقة جمع العينات وكيف كانت الدراسة وآخر الصور اللي توصلنا لها، زائد عرض بعض العينات. وفي جزء منا مثل ما قالت الدكتورة وهو خاص في طلاب المدارس، راح نبسط لهم الامور بحيث انهم يعني يقدرون يفهمون نتائجنا بس على ليفل على مستوى يعني ادراكهم. نعم جميل. احنا لو بتكلم دكتوره منال عن بالنهايه ورشه العمل هذه، اكيد انتم نبي نشوف وين بتم توظيفها في حاله انه راح يتحسن بيئه الكويت. هو طبعا لما احنا لما درسنا الكائنات الحيوانيه، طبعا احنا غطينا مثل ما قلت لك من الشمال للجنوب في الكويت، فبالتالي توزيعهم جدا مهم ان احنا لما ندرسهم هذا راح يخلينا نعرف الاماكن المهمه بالكويت، بحيث انه يكون ممكن ان احنا نعرف وين الاماكن اللي ممكن تكون محميه. فبالتالي يصير محميات لها، فهني تحدد لنا الأماكن المهمة اللي بالكويت اللي هي ريتش، بعدين عشان نحميها من تدرين إن في كائنات تكون موجودة دائما، في كائنات تكون نادرة، في كائنات ممكن تنقرض، فهذا كله الدراسة راح تورينا الأماكن هذه. يعني دكتورة منال، شنو القصد من التنوع البيولوجي؟ بدنا قاعد نتكلم عن التنوع البيولوجي اللي هي تنوع يعني أنواع الكائنات الحيوانية، إيه؟ سواء كانت كمجاميع أو كائنات داخل المجاميع نفسها، تنوع عددها، تنوع وفرتها، تنوع الديستريبيوشن مالها، توزيعها، أيضا النظام الإيكولوجي فيها، موائلها المختلفة، هذا نقصد فيه كله متكامل، نظام متكامل للتنوع البيولوجي. وأكثر الكائنات اللي موجودة خلينا في مناطق المدن إيه أكثر، هو أكثر أربع مجموعات دائما موجودة، أنا أقدر أسميهم شكله يعني 30% اللي هم اللي عندك الرخويات. الرخويات اللي هي القواقع، المحار، بزاقات البحر، وعندك اللي هما ثاني مجموعة اللي هي القشريات، القشريات اللي هي القباقب، الربيان، وعندك ثالث مجموعة اللي هي الديدان البحرية، والصراحة وايد يعني بحرنا ريتش فيها، وعندك اللي هي شوكيات الجلد اللي هي نجم البحر، قنفذ البحر، الساندولر اللي هو يسمونه دولار البحر، خيار البحر، ايه هذه الكائنات يعني كلها يعني نقدر نقول في هذا الجانب يعني غنيه في وجود هذه الكائنات. جدا جدا جميل. استاذه هذيل، لو بنتكلم عن الورشه اللي راح تقام على مدى اليومين اللي هو 1 و2 مايو، تنظيمكم خلال هذه الورشه هل واجهتكم اي تحديات او صعوبات؟ لا والله الحمد لله، يعني احنا قاعد نشتغل فيها صار لنا يعني مده طويله. قدمنا شغلنا حق يعني كذا جهه وشرحنا لهم شنو راح نسوي. الحمد لله لقينا دعم كبير من يعني عده شركات، وبالمناسبه هذه انا احب اشكر الرعاة. طبعا الراعي الماسي هو شركه البوم. شركه البوم هي شركه بحريه، دائما هي تمدنا بالمعدات البحريه، ودائما هي تكون ويانا باغلب شغلنا. فلما عرضنا عليهم الفكره كانوا جدا مرحبين، وصاروا هم الراعي الالماسي زائد روبمي. فيعني ما لقينا اي صعوبات من ناحيه ان احنا نعرض فكرتنا، ولقينا تقبل جدا كبير. الحمد لله تمام، يعني كان الدعم موجود في ناحيه اعدادكم لهذه الورشه. ودي اتطرق لموضوع نفوق الاسماك، يعني بخصوص يعني سواء استاذه هديل او الدكتوره منال، انتم متخصصين في هذا المجال. اسباب نفوق الاسماك يعني، وهل المعدلات مرتفعه في دوله الكويت عندنا من ناحيه نفوق الاسماك؟ والله هي الأسباب متعددة، منها كيميائية ومنها فيزيائية ومنها بيولوجية. عادة إذا حصل عندنا مثل هالحادث إحنا نكون من الناس السباقين في هالمجال، كوننا إحنا جهة بحثية دائما نقدم الدعم والاستشارات لأي كانوا لأي جهة رسمية تطلب منها هالشيء، وهذا يكون لنا طبعا دورنا الأساسي بالتعاون مع الجهات الأخرى البيئية. فبهالحالة إحنا نطلع ونروح حق اللوكيشن نفسه اللي يكون فيه نفوق أسماك، ناخذ عيناتنا نوديها عندنا بالمعهد، نسوي عليها قياساتنا مثل ما ذكرتي،
اللي هي الكيميائيه والفيزيائيه والبيولوجيه نطلع النتائج ونقدر ان نعرف الاسباب. بس عموما دائما هي الاسباب مرتبطه بالمغذيات الغذائيه سواء بارتفاعها او بانخفاضها زائد الاكسجين المذاب في الماء وعده عوامل اخرى. نعم. دوركم في كمعهد يعني في لحمايه هذه الاسماك من النفوق، هل في خطه مدروسه او مثلا عندكم حمله توعويه لهذا الخصوص نفوق الاسماك؟ هو دائما احنا المعهد يقوم بالابحاث وبالتالي يعطي النتائج ويعطي الريكومنديشنز، ودائما الهيئه العامه للبيئه تعطي اللي هي ال سوري الرولز القوانين البيئيه. فاحنا لما نقوم احنا بحيث ان احنا متخصصين فالعينات تروح لكل متخصص نفس ما قالت الاخت هديل، في عندنا المختبر المسؤول عن القياسات الكيميائيه والفيزيائيه وعندنا المغذيات وايضا عندنا البيولوجيه. البيولوجيه هم جدا مهمه لان احد اسباب نفوق الاسماك ممكن تعود للعوالق البحريه. العوالق البحريه طبعا هي انواع ممكن تكون طبعا هي البيسك في اي هرم غذائي ومهمه جدا دراستها وتصنيفها. العوالق هذه ممكن تكون نافعة ممكن تكون ضارة ممكن تكون سامة. بس احنا الحمد لله بالكويت يعني الحوادث ما تنفوق الأسماك نتيجة للعوالق البحرية يعني قليلة الحمد لله. يعني أكثر واحدة كانت اللي هي في 1999 وكان سببها النوع السام من العوالق البحرية. يعني أستاذة هديل لو نتكلم عن هذه الورشة أكيد حطيتوا في بالكم أهداف تتمنون أنكم توصلوا لها في نهاية هذه الورشة، شنو الأهداف اللي إن شاء الله تطمحون أن في ختام هذه الفعالية وهذه الورشة أن أنتم تحققون؟ طبعا أهم هدف لنا وهو مثل ما قالت الدكتورة أن احنا نجدد المسميات ونجدد النتائج اللي كنا أوريدي محصلين عليها، زائد ان احنا نتناقل الخبرات والنتائج مع الباحثين المحليين او على مستوى الوطن العربي او حتى العالميين، لان مثل ما تفضلت الدكتوره وقلنا بالسابق احنا معنا مشاركين علميين من جميع انحاء العالم، اوكي؟ راح نتبادل الخبرات وياهم ونعرض نتائجنا، زائد ان نوثق كل المعلومات اللي حصلنا عليها وتكون مثل مصدر او مرجع علمي لاي طالب او اي باحث علمي. ذكرتي في البدايه دكتوره منال ان انتم في خاطركم انكم تنشؤون الاطلس الخاص طبعا انه يكون فيها، واكيد وما مدى اهميه هذه الدراسه لهذا الموضوع، وبحكم ان التخصص في شؤون العوالق النباتيه اهميه هذا الموضوع، يعني هل تحسون انه فعلا يمكن راح يفرق بنسبه جدا كبيره في حاله تم انشاء اطلس جديد بمسميات جديده وتحديث كل هذه البيانات؟ هو بصراحه المعهد الحمد لله يعني احنا قسمنا قام في عمل عدة أطلس وأنا واحدة من الناس اللي سويت أطلس على العوالق البحرية وتقريبا صنفنا في 300 نوع. نعم. وعندنا هم زملائي صنفوا المجاميع الثانية من العوالق البحرية، وفعلا هو مهم جدا لأن ما عندنا كتب يعني بيولوجية متخصصة كذي، فتلقين في دول الخليج يستخدمون الكتب فقط اللي هي كتب معهد الأبحاث في تصنيف عيناتهم. بس احنا ان شاء الله ودنا نسوي اطالس حق المجموعه الثانيه اللي إيه احنا الحين قلنا العوالق البيسك، بعدين تيزو، بعدين يون اللي هو الجروب اللي هو اللي قاعد نتكلم عنه الكائنات الحيوانيه اللي في مناطق المد والجزر اللي من ساعه تكلمت عنهم اللي هم الرخويات والقشريات وغيرها. يعني عندكم خطه لهذا الموضوع؟ إيه خطه عمل بحيث ان انتم بس تخلصوا من الاطلس ان شاء الله تبداوا الاطالس الثانيه؟ نتمنى اكيد هالشيء. استاذه هديل احنا نعرف ان البيئه البحريه يمكن يعني بالنهاية هي بعمات تكون يعني مصدر أو جهة سياحية وفي البعض يأخذها كمصدر للرزق، لكن تتعرض أكيد للكثير من الملوثات والأضرار. يعني خبرتك في هذا المجال شلون نقدر نعيد صفاء البيئة البحرية نوعا ما؟ أهم عامل أنا أتوقعه هو الوعي للجمهور نفسه أو يعني الإنسان نفسه أنه كيف يقدر يحافظ على هذه البيئة، شلون أنه بكثر ما نقدر نحاول أن إحنا ما نعرض هذه البيئة للضغط العالي جدا سواء من الملوثات أو من ارتفاع درجة الحرارة أو حتى من الهيومن ويست اللي هو يعني مصادر التلوث اللي نابعة من الإنسان نفسه. نعم. فيعني إذا كانت هي مصدر سياحة بعد ما أنت تستمتع بالمكان اللي أنت فيه والبحر الحلو هذا، دائما نحاول نحافظ على المكان بعد استعمالنا. نعم. يعني ما نحاول أن احنا نتجاهل هذه الاشياء لانها على المدى البعيد تسبب لنا اضرار، وخاصه ان البحر هو
يعني مصدر غذائي مهم قاعد يعني يتراجع بنسبة رهيبة، وهذا اللي حاصل على العالم كله. بس احنا كنا يعني بالكويت لازم الشعب يكون عنده جدا وعي عالي من هالناحية، هو الحفاظ هو الشيء يبدأ منه احنا، ولازم دائما نفكر بهالشيء ان هذا مصدر رزق، هذا مصدر غذاء، هذا مصدر وجهة سياحية. صحيح. وايد امور. نعم، يعني بالنهاية احنا محتاجين نوع من انواع الوعي وتحمل مسؤولية في هذه الجانب من الموضوع. دكتورة منال، في ودي اعرف خطتكم المستقبلية بعد هذه الورشة، شنو في بالكم؟ طبعا انا قطيت 5 جزر بحرية بالكويت، وقطينا تقريبا 36 موقع، ففي مواقع ما قدرنا نغطيها لان المشروع انتهى وكانت هذه مواقعه، فاكيد ان المواقع الثانيه راح تكون ايضا غنيه، فودنا نكمل بحيث ان احنا نغطي الكويت كلها. ففي جزر ثانيه نفس عوها، مسجان ما غطيناها، ام النمل، فوربة، فودنا هم نغطيها علشان نكون غطينا 9 جزر بحريه ان شاء الله. ان شاء الله. وبالختام استاذه هدي، حابه توصلين اي رساله او كلمه اخيره في هذا الصدد؟ اول شيء اشكر قناه المجلس واشكرك ومشكورين على الاستضافه. زائد احب اذكر ان مجال التسجيل للحين مفتوح، سواء عن طريق الويب سايت لمعهد الكويت للابحاث العلميه، مثل ما قلت في فورمة التسجيل موجوده هناك، او اي احد حاب يتفضل عندنا سواء بالمعهد الرئيسي او عندنا بالسالميه يقدر ياخذ فورمة التسجيل ويسجل ويانا. وحتى بنفس اليوم اللي هو بنفس اليوم الورشه، سواء اذا طاف التسجيل او اي شيء، يقدر انه يكون هو احد الحضور. مشكورين، ما قصرتوا. حيا ان شاء الله تشرفينا دكتوره منال. مشكورين على الاستضافه، وان شاء الله نتمنى ان الورشه تكون ناجحه مع المعرض، ونتمنى يعني ان تكون دعوه حق الجميع للحضور، خاصه عامه الناس ايضا، يعني مو شرط فقط المتخصصين، ممكن تكون لهم الورشه بس المعرض موجود، ودنا يجون يشوفون هالثروه الحلوه الغنيه اللي موجوده في بحرنا، يشوفون الكائنات بعينهم سواء الحيه او سواء المعروضه بالصور، أو اللي راح يشوفونها معنا في البوسترات، راح يكون إن شاء الله بعد في بوسترات علمية للتوزيع إن شاء الله. طبعا إن شاء حتى الله. إحنا ندعو يمكن كل أولياء أمور اللي عندهم أطفالهم يقدرون يأخذون أطفالهم، ويعتبر يوم ترفيهي وتثقيفي في نفس الوقت يعني. فكل الشكر لكم، نتمنى لكم التوفيق في ورشة العمل هذه يا رب، وجهودكم أكيد تشكرون عليها. كل الشكر لضيفتنا الأستاذة هدية المنصوري، فني باحث في معهد الأبحاث العلمية، على تواجدك معنا. ألف شكر. الله يسلمك، وأكيد كل الشكر لك دكتورة منال الكندري، باحث علمي مشارك على هذا اللقاء. ما قصرتي. حياكم الله. الله يحييك. وبكذي مشاهدينا نوصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، كنا معكم على طوال 4 ساعات اللي فاتت، نتمنى أنكم استفدتوا من جميع فقراتنا، ويتجدد أكيد اللقاء معكم إن شاء الله باكر. أشوفكم على خير، مع السلامة.